لاندنج بيج من الحاجات المهمة جدا 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 لازم تشتغل عليها. طب ليه من الحاجات المهمة؟ لأنها من أساسيات الفورم اللي بتاخد منها أو همزة الوصل ما بينك وما بين الكلاينت نفسه، همزة الوصل ما بينك وما بين الكلاينت نفسه. كتير من الشركات بيكون عندها مشكلة في اللاندنج بيج على الويب سايت، أو إن عندها مشكلة في الشغل على الويب سايت، فبيحصل عندها مشكلة والويب سايت بيقع وبيبقى في عنده مشكلة وهو محتاج يشتغل، وعبال من الويب سايت يشتغل وتحصل ايرورز وبيبقى مش عارف يعمل ايه. طيب، واحدة من التولز اللي المفروض بيشتغل عليها أو الحاجات المهمة جدا ده صورة اللاندنج بيج أو شغل اللاندنج بيج. عشان تكون فاهم، بيكون الويب سايت عادي جدا والكلاينت بيملى بيانات، دي بنسميها ايه؟ اللاندنج بيج. واحدة من التولز اللي بنشتغلها والويب سايت اللي بنشتغل عليها بشكل كبير جدا عشان نشتغل على اللاندنج بيج، في ويب سايت اسمه، هحط لك اللينك بتاعه دلوقتي، هو الويب سايت ده forms.app. forms.app forms.app من الويب سايتس الجميله الامكانيه اللي بتشتغل معاك بشكل كويس جدا، وبتقول لك كل التفاصيل بتاعت الدخول والخروج، كام حد دخل وكام حد ملأ الفورم، وكمان بتقول لك كل التفاصيل اللي انت عايز تضيفها ممكن تضيفها في الويب سايت بتاعك عادي جدا من غير اي مشكله. طيب خلينا كده نشوف. خلاص لو انت دخلت وهتعمل لوجن عادي جدا، هتعمل كرييت فورم، هتعمل كرييت فورم، هتلاقي عندك تولز كتير جدا واشكال مختلفه بشكل كبير، وتقدر ان انت تشتغل عليها بشكل مختلف، سواء هتعمل انت بلانك مع نفسك او انت اي جزء من دول، او حتى ممكن تعمل ليد جنريشن فورم. طب تعالى كده نخش على ليد جنريشن فورم، هتلاقي في الفورم ده جاهز لكل التفاصيل، الفول نيم والايميل ادرس والفون نمبر والادرس التاني، وتشوز لو انت محتاج اختيارات تانية زي ما انت عايز، و where to tell about us، او كمان ممكن تضيف تعمل كريد لبلانكات مختلفة او حاجات مختلفة. تعالى كده نشوف، لما هتدوس على البلاس دي هيظهر لك ان انت ممكن تضيف اي حاجة محتاج تضيفها، شورت تكست، لونج تكست، نمبر، فول نيم، ايميل، فون، ادريس، ديت، اي حاجة انت محتاج تدخلها، حتى البيمنت ممكن تشتغلها، ايميج كونتنت، اي حاجة محتاج تضيفها وتبتدي تضيفها. تمام. طيب تعالى كده نشتغل على الكلام ده. طبعا انت ليك اكسس ان انت تايدت زي ما انت عايز في التكست او طريقه الكتابه، وكمان تشتغل عليها سيتنج براحتك. تعالى كده بعد ما تظبط الفورم الجميل بتاعك، ممكن كمان تشتغل على اجزاء مختلفه من الديزاين. ممكن تختار ديزاين من الديزاينز اللي موجوده اصلا على الفورم بما يتناسب مع اللي انت محتاجه او اللي انت محتاج تشتغل عليه زي ما انت عايز، او ممكن ان انت كمان تاخد كل ستيب لوحدها بديزاين، او ممكن تشتغل كمان تعمل كستمايز للالوان لو انت ليك الوان معينه، بتاخد الارقام بتاعتها من الفوتوشوب من الديزاينر، وكمان ممكن تختار شكل الديزاينات زي ما انت عايز، ولو لاحظت هنا بيتغير شكل التايب نفسه زي ما انت عايز. طبعا هنا ممكن تضيف التايتل او تعدل عليها زي ما انت عايز باسم البروجكت. شوف هنا برضو ايه الارقام بتاعت الاسماء، ممكن تضيفها او تخفيها لو انت في يو ار ال عايز تضيفه، اللي هو الجزء بتاع محتاجه الار تي ال اقصد، وبعد كده عايز تعمل ايه السبميت، عايز تضيفها او تغيرها. كلمه سبميت دي لو احنا عايزين نغيرها بنغيرها، مثلا سجل الان او ايا كان التفاصيل اللي انت عايز تكتبها، محتاج تخليها في النص في السنتر، كل الاوبشنز اللي ممكن تحتاجها هتكون موجوده في الابلكيشن ده. تمام. طيب تعالى كده نشوف برضو ايه اجزاء تانية على فيل سيتنج. مثلا هنا عندك في من أهم الحاجات في السيتنج إن أنت ممكن تحط أصلا بيج، تمام، تحط بيج أصلا
او تحط كابشن زي ما انت عايز عشان تضيف فيها تفاصيل البروجكت اللي انت عايز تضيفه، والنوتيفيكيشن كمان. تعالى هنا مثلا في الفورم هنا، لو انا مثلا شغال على الفورم ده وعايز اديت على اللينك عشان اللينك يكون مظبوط، ممكن بيتقدت على اللينك عادي جدا، عادي ليه جنريشن فورم. والله مثلا خلينا كده نقول مثلا مشروع مثلا مختلف، تعالى مثلا نشوف خلينا مثلا نكتب برايل مثلا اورا مثلا، تمام. فانت بتضيف عادي اللينك بتاعك، عادي الاسم بتاع اللي انت سجلت بيه عادي جدا خالص، ممكن تعمله اسم الشركة باللوجين بتاعك عادي جدا، وتعمل اسم البروجكت عادي عشان اللينك يكون شكله مظبوط وباين ويكون فيه سيكريت، وتعمل اللينك بوبليك لو عايز زي ما انت عايز، مفيش اي مشكلة خالص. والنوتيفيكيشن عايز النوتيفيكيشن تجيلك نوتيفيكيشن او على الميل عادي جدا برضه، مفيش اي مشكله. وطبعا بعد ما تخلص الكلام ده بتعمل سيف. عايز تعمل كاستم مسج، خلاص بتظبط الكاستم مسج بتاعتك. والويلكم بيج هنا دي من الحاجات اللي انا كنت بقول لك عليها. والله هنا بتكتب تفاصيل مشروع، خلينا بروجكت مشروع اورا علشان ايه يكون الموضوع بالنسبه لك مظبوط. وبتبتدي تكتب التكست عادي جدا جدا علشان تبين للناس كل الايه التفاصيل. طبعا ممكن بقى تعمل ايديت زي ما انت عايز، تعمل بوينت، تعمل نمبرز زي ما انت عايز، H1 H2 كل حاجة متاحة عادي جدا. واللي عاجبه البروجكت يدوس ستارت ويسجل البيانات بتاعته، وفي في الآخر ثانك يو بيج، تمام، بحيث اللي يسجل يجي له ثانكس. عايز تضيف حاجة تانية، تضيف بوتوم، تضيف أي حاجة مختلفة، أي انفورميشن عايز تضيفها له بتضيفها له. مثلا خلينا هنا نقول سايت، نكتب مثلا تم التسجيل عادي جدا، تمام. وهنا مثلا بتكتب بقى ممكن التواصل معنا عبر كذا، ممكن تتواصل معنا عادي جدا، تمام. وبعد كده بتكمل لو انت محتاج تلاقي الحاجات اللي بيتربط بيها الابليكيشن، عايز تربطه بشيت، عايز تربطه لو انت عايز تنزل اي ابليكيشن من دول، بي جيميل، ميل شيب، اي حاجه، التفاصيل دي كلها براحتك عادي خالص، مفيش اي مشكله. وبعد كده بتبتدي تشتغل على أجزاء مختلفة. تعالى مثلا لو أنت هنا محتاج تعمل دايركت مسج، ممكن تضيف الواتساب نمبر بتاعك هيشتغل عادي جدا من غير أي مشكلة، وتضيف كمان الفيسبوك، تحط الأي دي بيج بتاعتك عادي جدا مفيش أي مشكلة. وطبعا الديزاين زي ما احنا عملناه خلاص. تعالى بقى كده نشوف مثلا نعمل شير كوبي، وتعالى نعمل بريفيو هنا كده، هنشوف التفاصيل ده اور بروجكت ودي الديتيلز. خلاص الراجل شاف التفاصيل وضيفت الصور بتاعتك وكل حاجه، بتعمل ستورت وتضيف اللي انت عايزه. ولو هو حب يشتغل معاك على الواتساب يبعت لك واتساب عادي جدا، طبعا لما هتضيف الرقم هيروح على الواتساب عادي جدا. وكمان ممكن تضيف الجزء بتاع البرايفسي لو انت محتاج عندك برايفسي، بس في الريال استيت بلاش الجزء بتاع البرايفسي، سيبه بيسجل عادي جدا مش لازم تكتب القوانين. وبتدوس سبميت عادي بيتسجل، بيجيب له تم التسجيل، ممكن تتواصل معانا. طبعا انت بتبني الاستراتيجي بتاعتك على حسب ما انت عايز في الفورم، وبتشتغل عادي جدا مفيش اي مشكله. ولما ترجع على الابلكيشن بتاعك في الريزلت هنا هتلاقي كل التفاصيل بتاعت الناس اللي سجلت في الفورم عندك عادي جدا من غير اي تفاصيله. ممكن كمان هتجيلك على الميل، لما هتجيلك على الميل هتبتدي ان انت تسجل عادي جدا من غير اي يعني ترسل من الميل، ترسل من الميل الداتا بتاعتك للسيل عادي جدا مفيش اي مشكلة. تعالى مثلا هنا مثلا اهو
الايميل، تمام، واتساب نمبر، عادي ادريس ايا كان، تمام، وتكمل الفورم عادي جدا مفيش اي مشكلة، وتعمل تسجيل، سجل خلاص، تمام، حلو جدا. بتعمل بقى بريك عادي، نفس الكلمة عادي اهو، جالك التفاصيل، محمود سجل برقم التليفون بالتفاصيل بتاعته عادي، وبتعمل داونلود عادي جدا، بتروح على الميل بتلاقي التفاصيل بتاعتك بالداتا اللي انت حاططها كلها. ده كده كريت كايند بيج من A to Z بشكل كامل فور فري، معاك لحد 250 كوتا الناس او 300 كمان، والناس بتسجل عادي جدا مفيش اي مشكلة.